المنافسة محتدمة ما بين فريق رمسيس الثاني وفريق جمال حمدان، والنتيجة قبل الفاصل لفريق جمال حمدان 3 فريق رمسيس الثاني 2. وبأكد على حضراتكم إن دي مراجعة النهائية لمادة الجغرافيا في الثانوية العامة، ومعمولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللي وضع هذه الأسئلة مستشاري المادة. السؤال لفريق رمسيس الثاني: إقليم الهلال الخصيب يضم 5 دول، هي العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. ادرسها جيدا ثم استنتج. أكثر المناطق التي يظهر أثر المناخ على زيادة فاعلية الأنشطة البشرية بالهلال الخصيب في جهته. أكثر المناطق التي يظهر أثر المناخ على زيادة فاعلية الأنشطة البشرية بالهلال الخصيب في جهته. طبعاً عاوزين خريطة. هو أنا يعني الإجابة موجودة بس برضه أشوف الخريطة أتأكد منها. ماشي، اتفضل. طب قولي بقى الإجابة. الإجابة من غير الخريطة؟ غربية. انت بتصدقي بالله؟ والله ما مديك الخريطة. كده صحيح. ياسمين علل. انا بقى علل. انت كل مره تعلمي ياسمين ولا ايه؟ لا طب ايه رايك بقى ان هاجر هي اللي هتعلم؟ اتفضلي يا ياسمين. هو هيبقى الناحيه الغربيه بسبب ان هيبقى فيه البحر المتوسط، ومناخ البحر المتوسط من المناخ المعتدل اللي هو يقدر يبقى فيه تنوع في المحاصيل ويبقى فيه زراعه وكده. وانت برضو من اول لحظه كنت عرفتيها؟ انا كنت بقول السؤال سهل بقى. يعني هو اصلا الخريطه برضو هي اصلا باينه في الشاشه. جمال حمدان، انتوا كده تعادلتوا معاهم بس لسه ليهم سؤال. طب بتتمنوا لهم يجاوبوا صح ولا غلط؟ طبعا خير. هي الفكره مش فكره. برافو عليكم. مين فينا كده يعني؟ الفكره ان احنا نستفاد بس. صحيح. الدولة التي درستها وتتبع النظام شبه الرئاسي في الحكم يقع أغلبها في الربع الشمالي. الربع بقى الشمال الغربي ولا الجنوبي الشرقي ولا الجنوبي الغربي ولا الشمالي الشرقي؟ وطبعا في خريطة أطلعها حضراتكم. اتفضل. خريطة. احنا محتارين بين اجابتين، انا بقول شمالي غربي وهي بتقول شمالي شرقي. طب مين فيكم بيقول شمالي غربي ومين فيكم؟ انا بقول شمالي غربي وهي بتقول شمالي شرقي. وهي بتقول شمالي شرقي. طيب قدامكم 60 ثانية وهترجعوا لي بإجابة واحدة بس، وأنا في ثانية واحدة أقول لكم إجابة صحيحة ولا غلط. شفتوا بقى أكتر من كده سرعة؟ وبدون تعليل. أنا عرفت الإجابة. عشان ياسمين مجهزة إيه قصيدة. أنا مش برضه، هو أنا برضه لو لما خليت تكون قدامي هعرف أحدد هي أنهي جهة بالظبط. مش عارف. بالعكس بتعمل حاجه كويسه جدا، دايما كل حاجه ليها منطق ليها سبب. هو احنا لو مش متفقين ايه؟ ما دي بقى مشكله البنات والاولاد، عارفه لو 2 ولاد هيتفقوا في ثانيه حتى لو رايحين في داهيه. معلش ثانيه واحده. البنات بقى في الموضوع ده عندهم على مسؤوليتك. هي بتقول شمالي شرقي. ما تصدقيها يا استاذه مريم. اوكي. ما تصدقيها وسقفلها كمان. بس كده. اجابتها صح. عشان احنا نحدد على اساس خط تدريبي. يبقى كده النتيجه 4 فريق جمال حمدان و3 فريق رمسيس الثاني. والسؤال اللي بعده عاوزين نكسب اكبر كم ممكن من الاسئله يا بنات. يلا بينا. يلا. السؤال لفريق رمسيس الثاني: بحيرة تشاد مقسمة بين 4 دول أفريقية، هي تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا. من خلال العبارة السابقة استنتج. البحيرة السابقة تمثل حد طبيعي بين مجموعة دول جميعها تنتمي لمجموعة الكوميسا، بعضها تابع لمجموعة الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعة الإكواس،
بعضها تابع لمجموعة الإكواس. طب هو السؤال مفيش خريطة؟ لا مفيش خريطة. طب ينفع أشوف السؤال من بعيد؟ بس يا مان هنشوف، هعاوده لك تاني. بحيرة تشاد مقسمة بين أربع دول أفريقية هي تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا. من خلال العبارة السابقة استنتج، البحيرة السابقة تمثل حد طبيعي بين مجموعة دول جميعها تنتمي لمجموعة الكوميسا، بعضها تابع لمجموعة الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعة الإكواس، بعضها تابع لمجموعة الإكواس. بتقاريها ولا ايه؟ السندزمنتك معاك كده، انتوا جروب واحد. ايوه كده، ضموا على بعض. اه ما فيهاش ناخد خريطه كانت موجوده في السؤال قبل كده؟ لا هو السؤال خريطه قديمه. قديمه؟ اتفضلي. خريطه بتاعت افريقيا. طب اللي هي ما بتشوفهاش انت نسيته ولا ايه؟ اهي اتفضلي، اهي دي اللي فيها افريقيا. هتقول لك اصل انا ما شفتهاش. جميعها تنتمي لمجموعة الكوميسا، بعضها تابع لمجموعة الكوميسا، جميعها تنتمي لمجموعة الإكواس، بعضها تابع لمجموعة الإكواس. انتوا عارفين الإجابة منين؟ نعم بدون ما تقولوا عارفينها. جمال حمدان عرفوا. ثواني. رمسيس. طيب هي رمسيس يا تاني. جمال حمدان عرفوا. ها جميعها تنتمي لمجموعة الإيكواس. طب ممكن 60 ثانية وأنا أجاوب عليكم في نفس الثانية برضه. أصلاً الإجابة صحيحة ولا لأ؟ اتفقوا بقى. تعملوش زي مريم مهاجر. ها؟ بس أنا ملاحظة أنتوا بتتفقوا في كل حاجة يعني. مش عارفه بس انا حاسه ده اللي هي متسقه، حاسه جيم. طب اتفقتوا مع بعض؟ انا بقول جيم بصراحه. وانا انت اسمها احنا مش انا. اسمها احنا بنقول ايه؟ انت شرفنا خليها تتوسع. ده انت شايفه ايه؟ طب اسمعيني بإجابتك. شايفها دايب بصراحة. طيب احنا نقنع بعض بقى. انا مش كلهم في الإكواس. ياسمين لازم حد يقنعها بالموضوع. اصلا دي مش إكواس، دي دي الكونغرس. فوالا انا هنا في الكونغرس بتاعت استغالي الكونغرس. عندك اصلا. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. عاوز إجابة. خلاص مخليها جيم. بس هي ليه بتعملي في نفسك كده؟ مين انا؟ انا واثقه صراحه في دال، بس هي مصممه انها جيم. بس بصي هنا انت مشيتي ورا ياسمين. لكن في الامتحان امشي ورا قلبك. هي الاجابه دال. مش حاسه. الاجابه دال كده. لو هما جاوبوا السؤال ده يبقى في فرق نقطتين. طيب النتيجة دلوقتي 4 فريق جمال حمدان، 3 فريق رمسيس الثاني. تتعدد العوامل التي أثرت في تغير الحدود في العالم في ضوء تلك العبارة. وضح العامل الذي أدى إلى وضع الحدود في معظم دول أفريقيا. القوى الطبيعية، العامل الديموغرافي، القوى الخارجية، العامل الاقتصادي. سؤال سهل. هيبقى جيم القوى الخارجية. سؤال سهل وإجابة سهلة. طيب أصلا إرسال ما تبصي. اغزي والله. بس يعني من فريق جمال حمدان ولا اول مره اقابلهم في حياتي. بس بلاش التهم، نظرات للتهم. اغزي والله. احنا برضو جالنا في مره سؤال سهل. هي السؤال الاسئله بتيجي بالحظ. اي اغزي.